بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الفرقة الثالثة مدني القاهرة الجديدة، تحياتي، أرجو أن تكونوا بخير. طبعا أنا بالنسبة للهيدروليكس مش هنعمل محاضرات جديدة ولا حاجة، لأن أنتوا عرفتوا إن المجلس على الجامعات غالبا في توجه إنه طبعا بينهي الترم على نوعين من النهايات، نوع سيرش أو بحث، ونوع آخر على الامتحان أونلاين. فأنا بس بديكم الفاوندمنتالز أو المطلوب في المينيموم للكورس، بحيث يكون بين إيديك وأنت متابعه. أو المحاضرة دي إحنا قلناها قبل كده بس بنأكد عليها من باب إن إحنا يعني نفهم إيه بس الموضوع اللي فيها، واللي ريليشن بتوين ديسشارج أند ديبس at constant energy، يعني العلاقة بين الـ Q والدبس في حالة الـ constant energy. الـ Q اللي هي discharge والدبس اللي هو الـ Y، بيجمعهم العلاقة اللي هي ظاهرة قدامكم في السلايد دي، الـ ES equal Y plus 1 Q سكوير على 2 J في A سكوير. الكلام ده الـ Q سكوير على A سكوير دي equal V سكوير، فلما اشيل الـ Q سكوير على A سكوير وأحط الـ V سكوير تتحرك المعادلة بتعويضات، ما نوصل إن الـ A سكوير باي T equal Q سكوير باي G. الـ T top of cross section، والجي عجلة الجاذبية الأرضية. الـSpecific Discharge Diagram بلاقي إن عندي سوبر كريتيكال وسب كريتيكال. السوبر كريتيكال ظاهر عندي تحت والسب كريتيكال، وده إحنا اتفقنا إن في عندي حاجة اسمها فريود نمبر بتقسم الكلاسيفيكيشن بتاعة الووتر فلو إلى كريتيكال وسوبر كريتيكال وسب كريتيكال. لما يكون واي اقل من الواي كريتيكال يبقى سوبر كريتيكال، يكون الفريود نمبر اكبر من 1. الواي ايكوال الواي كريتيكال الفريود نمبر ايكوال 1. الواي اكبر من الواي كريتيكال يبقى اسمها سب كريتيكال، الفريود نمبر اقل من 1 معكوس. طبعا الكلام ده احنا قلناه ومكتوب عندكم في المحاضره السابقه بالتفصيل في الكتاب، ودي كلها محاضرات موجودة من الكتاب، بحيث ان انا يكون بس الفاندمنتالز وعارف يعني ايه الانرجي، لان المية بتتحرك في نهر النيل من جنوب مصر الى شمال مصر ازاي؟ بالانرجي، يعني كتلة الطاقة اللي موجودة في كتلة الطاقة اللي موجودة في كتلة المية هي اللي بتحركها by gravity. فلابد اكون فاهم معادلات الانرجي. هنا بيقول لي الفلو ثرو كونتراكشن، يعني انا دلوقتي لما اجي على نهر النيل اضيق مجراه شويه، هل كميه المياه بتختلف والله ايه اللي بيختلف؟ لا، كميه المياه اللي ماشيه في القطاع الكبير هي نفسها اللي ماشيه في القطاع الصغير، لكن الاختلاف احنا عندنا المعادله الاساسيه في الهيدروليكس الكيو بتساوي الاف الفي. فلما يكون القطاع الاول الكيو بتساوي اف الفي، الفي ليها قيمه، طيب في القطاع الثاني اتخنق فالكيو بتساوي اف الفي، الفي هي اللي زادت، كل ما اخنق القطاع الفي بتزيد، وبناء عليه الايكويشن الكيو واحده، الاريا مختلفه، الفي مختلفه، تمام. وبناء عليه لما ناخد اكزامبل على هذا الامر بيقول لي ريكتانجلر اوبن شانل opened with 2 meter and section is hydraulically best. The best hydraulic section في الريكتانجلر له بروبرتس معينه ثابته ما فيش حد يقدر يغيرها، بيقول لي العمق بتاع الميه يساوي نص عرض القطاع، الواي ايكوال نصف البريدث، has its side contracted 10 سنتي، هو من كل اتجاه اتخنق 10، قل يعني 10 سنتي from each side at given section where its floor is raised، حتى القاع بتاعها ارتفع 20 سم.
2 أيضا. Calculate the flow rate indicated by، يعني احسب الفلو ريت إذا كان ال 11 سنتي drop in water level، يعني حصل انخفاض في سطح المياه 11 سنتي. الكيس بي 11 سنتي rise in water level، إذا كان ال 11 سنتي اترفعت في مستوى سطح المياه، يعني الحالتين احسب الكيو. طيب نيجي نشوف المعادلات. بيقول لي في البيست هيدروليك سكشن ال y equal b by 2، ال y equal b by 2 equal 1. طيب الكيس a 11 سنتيمتر دروب ان ووتر ليفل، ال e equal e1 equal e2 plus delta z، e1 equal y1 plus q سكوير على 2 g في a1 سكوير، ال e1 equal 1 plus q سكوير على 2 في 9.8 في 2 في 1 اللي هي الاريا سكوير. ال e1 هنعمل معادلة ال e1 والq سكوير بحيث ان انا ينتج عندي ال e1 كذا وال e2. طبعا ايه الفرق بقى بين الواي هنا كان متر والواي هنا 69؟ الواي 69 لانه هو قايل لي في الكيس ايه انخفض سطح المايه 11 سنتي واترفع القاع 20 سنتي، بيتخصم من 100 سنتي يبقى 69 سنتي. تمام؟ يبقى 69 سنتي ده عمق المايه في القطاع اللي تم كونتراكت او اختناق ليه. تمام؟ وبناء عليه يطلع عندي ال E2.69 equal Q سكوير على كذا. فنساوي الحالتين ببعض نحصل على الكيوب يساوي 2.33 متر كيوب بير سكند. إذن في اختلاف في الاريا، في اختلاف في السرعة، إنما الكيو هنا تساوي الكيو هنا وبناء عليه الكيو يطلع ليها قيمة. أوكي؟ بيقول لي الكيس P 11 سنتيمتر رايز ان ووتر ليفل، E equal E1 equal E2 plus delta Z، E1 equal one plus q2 على 2 multiplier 9.81 في الاريا سكوير، ال e1 equal المعادلة هنا بقت الدبس بدل ما كان واحد في القطاع الاول بقى 91 سم. ليه 91 سم؟ لانه هو قايل لي انه اترفع عن سطح المية 11 سم في الكيس b، وبناء عليه ال 11 على الفرق اللي هو ايه؟ يعني انا عندي كان سطح المايه ناقص الرايز 80 و11 يبقى 91 سم، لان لو ما اترفعش القاع كان بقى اكتر من كده، كان 11 على المية بقى 111. فانا عندي هنا ال91 91 يا شباب فهنا العمق 91 سنتي، لان انا عندي 80 زائد 11، 80 زائد 11، 80 زائد 11، 80 زائد 11 اداني 91. ال E2 equal 91 زائد كيو سكوير على 2 في 9.8 في 1.8 في 0.91 سكوير، E2 إيكوال كذا. فطبعا الكيو هنا طلعت بالنيجاتيف، وطبعا نيجاتيف دي يعني ان لوجيك، يعني مستحيل كميه ميه تطلع نيجاتيف، تطلع بوزيتيف ماشي، زيرو ماشي، انما نيجاتيف مستحيل، ان لوجيك او نوت بوسيبل. وبناء عليه انا التو كيسز اقدر من خلال معادلات الانرجي احدد الايكويشن في الحاله الاولى والايكويشن في الحاله الثانيه والايتمز الفاريشن اللي اختلفت، وعوض بيهم وسويهم ببعض ينتج عندي كمية المية في الحالة الأولى وكمية المية في الحالة الثانية، وبناء عليه أحل المسألة زي ما أنتوا شفتوا البروسيدورز كده
محددة وواضحة، ما فيهاش أي لبس، بس أنا باخد الكيس اللي فيها الكيو بوزيتيف والكيو نيجاتيف أعمل لها نيجلكت. الهيدروليك جامب طبعا ده موضوع تاني كبير زي ما احنا قلنا، وحيدرس في محاضرة أخرى. وشكرا.